العبودية، فكيف عندما تكون هذه الشهادة في القدس؟ فهناك استشهد الأنبياء، وهناك استشهد سيدنا عيسى أو رفع، وهناك أسري في سيدنا محمد إلى السماء السابعة، فعاد إلى الصائلة بفريضة الصلاة لتكون رابط وحبل ما بين السماء والأرض. كلمة الوحدة الوطنية، وإحنا إخوان هذول بيحكوها تجار الانتخابات، ولكن نحن لا نتحدث بها، لأنه منذ أن جاء خالد بن الوليد والفتوحات الإسلامية ودخلوا معنا حتى إخواننا المسيحيين كنا مسلمين، حتى جاء سايكس بيكو فقسم هؤلاء النصرانيين، إحنا لا نتكلم عن نصارى العرب، نحكي عن الاستعماريين، فقسموا هذا الشيء إلى كركي وفلسطيني وقدسي. هذا لا يوجد لا بتاريخنا ولا بحاضرنا، نحن أناس ولدنا ولدنا في هذه المنطقة كعرب ومسلمين، نحمل تحرير كل أرض، نبكي على الشيشان والبوسنة والقدس، فلا نشكر ولا نمتن في أي شيء مختلف في أي موقف إننا نأتي، لأننا شعب واحد، والشعب الواحد المتماسك من الأندلس إلى الهند هو لا يشكر بعضه، لأنه كله واجب. الكرك كانت أرض الفتوحات الإسلامية وأرض تحرير القدس، ومن هنا تهيئت جيوش صلاح الدين، فالعلاقة المرتبطة ما بين الكرك والقدس وما ضمت من الأرض المباركة هي أرض شعب واحد. لذلك غلط نحكي كلمة وحدة وطنية، وغلط نحكي إنه إحنا جينا نوقف، نحن أصلاً عدد واحد. وكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون كمثل الجسد الواحد، إذا جرح أصبع وبقي يجرح سوف يلتهب باقي الجسد. نحن الآن نحتفل في ابن الأمة الإسلامية لأنه الشهادة احتفال، ونحتفل إنه منظر سعيد العمر أرعبهم وحرك كل هالعوزة والمفاعل النووي الأثار بتقتل هذه المنطقة، مجرد أن رأوا سعيد ظنوه يحمل سكينا، بينما آلاف الطائرات الروسية والأمريكية والجيوش العربية لا ترعبهم، لكن سعيد بلحيته وجهه العربي والآثار الإسلامية في وجهه أرعبتهم فأطلقوا عليها الرصاص. لنقول إنه إسرائيل التي ترعب الجميع يخيفها وجه كل مسلم فينا، إن كان كركيا أو مصريا أو مغربيا أو جزائريا، قتلوه غدرا ولا يمر علينا استنكار عربي ولا استنكار. بينما لو إسرائيل قلبت لغيرت المناهج، لو إسرائيل قتل في مصر أو سوريا أو السعودية ولاحقوا وين التحريض، ثم راجعوا الخطابات والأحزاب ولكل العالم استنكر، ولكن سعيد مسلم لا بواكي له في الدنيا ولكن بواكي له في الآخرة. هذا الرجل الذي سيرتقي عند حوض رسول الله وارتقت به السماء، لأنه الشهيد في فلسطين له معنى آخر، ليست فلسطين أرض مختلفة، بل لأنه أعداء فلسطين مختلفين. فلسطين أو دمشق حررها الله من كل عدو، أو بغداد من العدو اللي فيها الجاثم اللي مقتل أهلنا وعراضنا كلهم. عندما أي مسلمة كانت تنادي أي قائد في الجيش العربي كانوا يهبوا بغض النظر عن جنسياتها، ولكن هناك عدو مختلف في فلسطين، هناك عدو الرسول، وهناك عدو عيسى، وهناك عدو سيدنا موسى، صح؟ هؤلاء استخلفوا في الأرض ليحاربوا الله ورسوله، فهنيئاً لمن أثار بهم الرعب، وهنيئا لمن مات في القدس. ونقول كلنا لا نعزي، بل نقول يا رب كل مسلم أن يستشهد في القدس وأن لا يترك، إنه هذه أمانة عظيمة، أكبر المقدسات والأماكن لا يمنع أنها تشد الرحال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نشد الرحال فوقفوا كالحائط. هؤلاء خلقوا ليحاربوا سيدنا عيسى وسيدنا محمد ويثيروا الفتنة، والآن هم سبب دمار دمشق، وسبب دمار ليبيا، وسبب دمار اليمن، هؤلاء فتنة. لذلك يجب أن نحمل رسالة سعيد، هذا الرجل الذي في فترة العيد وفترة الانتخابات شباب كثير كان يروح على بانكوك وعلى شرم الشيخ، إلا هو ذهب إلى الأقصى، ولا أظن شخص يذهب إلى الأقصى إلا مناشدا تلبية رسول الله والصمود والمرابطين. سعيد وكل شخص يرابط هو يحافظ على سنة الله وسنة الأنبياء المسجد الأقصى. لا نريد أن نطيل، الشهادة أعظم منها تمدح وأفضل أنها تقول. نقول لنكمل مشوار سعيد في محبة الأقصى، ونبذ أي خلاف أنا بين أهلي في العمر وبين أهلي في القصر وبين أهلي في الكرك، جئنا جميعا نهنئ بعضنا في الشهيد، ومن الزرقاء اللي هي مدينة العسكر، مدينة الشهداء، ومدينة أصحاب السلاح والوجوه السمر، نقول نحن والكرك وكل المدن في هذه الشام سنقف في قلب واحد وجبهة واحدة. والسلام عليكم.